بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. الحلقة 96 بعد 102. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو اللجنة الدائمة للبحث العلمية والإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بالشيخ صالح ونشكر له تفضله بإجابة الإخوة المستمعين، فأهلا وسهلا. حياكم الله وبارك الله. حياكم الله. أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من إحدى الأخوات المستمعات، تقول أم تماظر. أم تماظر سبق وأن عرضنا لها بعض الأسئلة في لقاء ماض، وفي هذا اللقاء أيضا لها جمع من الأسئلة، فتسأل وتقول: هل هناك آيات مخصوصة يقرأ أو المسلم في اليوم والليلة من القرآن مع ذكر فضائل بعض السور مع بيان السبع المنجيات من القرآن، جزاكم الله خيرا؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فإن الآيات والسور التي تشرع قراءتها في الصباح وفي المساء وبعد الصلوات الفرائض هي آية الكرسي، وهي أعظم آية في كتاب الله، ومن قرأها عند نومه فإنه لا يزال عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان حتى يصبح. وكذلك قراءة سورة الإخلاص: قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس. يقرأ هذه السور بعد آية الكرسي عند النوم وفي أدبار الصلوات، ولكن بعد الفجر يكرر هذه السور الثلاث، كل واحدة ثلاث مرات بعد الفجر وبعد المغرب. أما في بقية الصلاة فإنه يقرأها مرة بعد آية الكرسي، وبهذا يحفظه الله سبحانه وتعالى، تكون هذه القراءة حرزا له من كل شر، ويحفظه الله بها مما يكره. فلا ينبغي للإنسان أن يهمل نفسه من هذا الحصن الحصين، وأن يتساهل أو يتكاسل عن قراءة هذه الآية وهذه السور في هذه الحالات. وأما السبع المنجيات كما يقول في السؤال، فلا أعرف أن في القرآن ما يسمى بالسبع المنجيات. نعم، القرآن فيه السبع المثاني، قال تعالى: ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. والمشهور أن الفاتحة، أن سورة الفاتحة، لأنها سبع آيات. وقيل المراد بالسبع المثاني السبع الطوال، سبع السور الطوال في أول القرآن. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. إذا صلى الشخص صلاة الفجر وشك في عدد الركعات ثم زاد ركعة لكنه لم يسجد للسهو نسيانا أو جهلا، ثم بعد ذلك بفترة تذكر، فهل يسجد للسهو أم إذا فات عليها وقت طويل لا يسجد وتصح صلاته؟ إذا شك المصلي في عدد الركعات في الفجر وفي غيرها، إذا شك في عدد الركعات فإنه يبني على اليقين وهو الأقل. إذا شك الفجر هل صلى ركعتين أو ركعة واحدة، فإنه يجعلها ركعة واحدة ويقوم ويأتي بأخرى. وكذلك إذا شك في بقية الفرائض في عدد الركعات، فإنه يبني على اليقين وهو الأقل ويكمل صلاته، ويسجد للسهو، يسجد للسهو بعد السلام من الصلاة، وإن سجد قبل السلام فلا بأس، الأمر في هذا واسع. وإذا نسي السجود ومضى عليه مدة فإنه يسقط عنه وتصح صلاته. إذا نسي السجود ومضت مدة على الفصل فإنه يسقط وصلاته صحيحة والحمد لله. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هل كتابي الأذكار للنووي والوابل الصيب فيها أحاديث ضعيفة مع بيان كيفية العمل في هذه الحالة، وكيف نعرف صحيحها من ضعيفها، وهل هناك كتاب يعتني بالأذكار الصحيحة؟ نعم، قد لا تخلو هذه الكتب من أحاديث ضعيفة، ولكن الحديث الضعيف يعمل به في مثل هذه الحالات،
في الأذكار وفضائل الأعمال كما نص على ذلك أهل العلم بشرط أن لا يكون ضعفه متناهيا، ولا سيما إذا كان له شواهد تقويه. ومعلوم أن هذين الكتابين الوابل الصيب لابن القيم والأذكار للنووي أنهما كتابان جيدان، لأنهما من تأليف إمامين عظيمين من أئمة الإسلام، فهما لا يضعان في هذين الكتابين ما لا يصلح العمل به. الحاصل أن هذين الكتابين محل الثقة والحمد لله، لا سيما وأن العلماء نصوا على أن الحديث الضعيف يعمل به في فضائل الأعمال بشرط أن لا يكون ضعفه متناهيا. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. ما المقصود بلباس الشهرة؟ وهل يدخل فيه الأكل والأثاث والسيارة وغيرها؟ لباس الشهرة هو اللباس الذي يخالف ما عليه المجتمع، أن يلبس الرجل ما يخالف ملابس الرجال في بلده، تلبس المرأة ما يخالف ملابس النساء في بلدها، لأن هذا يجعلهما محل التندر بين الناس وحديث الناس واستغراب الناس. الواجب على المسلم أن يلبس اللباس الذي جرت عادة بلده بلبسه ما لم يكن هذا اللباس محرما. فإذا كان هذا اللباس في حدود المباح وجرت عليه عادة البلد فإنه لا يجوز له أن يخالفه، لأنه يكون لباس الشهرة الذي حذر النبي صلى الله عليه وسلم منه. وكذلك في مراكب السيارات وغيرها لا يعمد الإنسان إلى الأشياء الفخمة والأشياء التي فيها بذخ وإسراف، وإنما يستعمل المتوسط الذي لا يلفت الأنظار، فيلبس من غير إسراف ويركب من السيارات من غير إسراف ويسكن من البيوت ما يناسبه من غير إسراف ولا مخيلة. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. ما المقصود بالعصبة في الميراث؟ العصبة في الميراث هم كل وارث ليس من أصحاب الفروض. وقال بعض الفرضيين العاصب هو الذي يرث بلا تقدير، إن انفرد أخذ جميع المال، وإن كان مع أصحاب فروض أخذ ما أبقت الفروض، وإن استغرقت الفروض التركة سقط ولم يكن له حق. هذا هو العاصب، قوله صلى الله عليه وسلم ألحق الفرائض بأهلها، فما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر. هذا هو العاصب، هو الذي يرث بلا تقدير، وهو خلاف صاحب الفرض، لأن صاحب الفرض يرث بتقدير قدره الله سبحانه وتعالى النصف والربع والثمن والثلثين والثلث والسدس، وهي الفروض المقدرة في كتاب الله عز وجل. نعم، جزاكم الله خيرا. إذا مات شخص وترك بنتا وزوجة وأما وأب، وكانت زوجته حاملا ثم وضعت بعد أشهر ولدا ذكر، فهل يكون الميراث لولده أم يقسم على أقربائه بناء على أنه حين وفاة أبيه لم يولد بعد؟ نعم، إذا مات شخص وترك بنتا وزوجة وأما وأبا، وكانت زوجته حاملة ثم وضعت بعد أشهر ولدا ذكر، فهل يكون الميراث لولده أم يقسم على أقربائه بناء على أنه حين وفاة أبيه لم يولد بعد؟ الميراث لزوجها الثمن على كل حال، نعم، وللأم السدس على كل حال، نعم، وللأب السدس، طيب، والحمل والبنت لهم الباقي. الحمل والبنت، الحمل والبنت الموجودة، نعم، لهم الباقي للذكر مثل حظ الأنثيين إذا ولد ذكرا، وإن ولد أنثى فإنها تكون مع أختها لهما الثلثان، تكون مع أختها لهما الثلثان، إن كان ذكرا فله مع أخته الباقي بعد نصيب الزوجة والأبوين الباقي للذكر مثل حظ الأنثيين، وإن كان أنثى فإنها تكون مع أختها لهما الثلثان من مال أبيهما، إضافة إلى فرض الزوجة وفرض الأب وفرض الأم. نعم، جزاكم الله خيرا. إذا تنصحون شيخ صالح بقسمة التركة والمتوفى عنها حامل، أو ينتظرون حتى تتم الولادة وتقسم التركة؟ الأولى والأفضل أن ينتظروا حتى يولد الحمل، طيب، ويعرف حاله، طيب، لتكون القسمة مرة واحدة، طيب، فإن أصروا، نعم، وطالبوا بالقسمة، نعم، فإنها تقسم على التقدير والاحتياط، فيجعل للحمل ستة تقادير ويعمل جامعة للمسائل الست، ويوقف الباقي، يعطى كل واحد من الورثة الأقل مما يناله،
من هذه التقادير، يعطى الأقل مما يناله من هذه التقادير والباقي يوقف حتى يعرف حال الحمل. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تسأل المتناظر عن معنى الدية ومعنى العاقلة. الدية هي المال الذي يدفع في مقابل النفس المقتولة. المال الذي يدفع في مقابل النفس المقتولة قطعا أو عمدا إذا طالب أهلها بالدية، هذه هي الدية. والعاقلة هم عصبة القاتل، العاقلة هم عصبة القاتل يتحملون دية الخطأ فقط، وأما دية العمد فإنه يتحملها القاتل إذا طولب بها، إنما تتحمل العاقلة وهم عصبته دية الخطأ. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. إذا اتفق أهل حي من الأحياء أو اتفق أهل قرية من القرى على دفع دية المقتول خطأ في حوادث السيارات مثلا الجسادة، هل هذا جائز أو توجهون إلى شيء آخر؟ إذا اتفقوا على ذلك من باب التعاون فلا بأس به، تعاون جائز بين المسلمين، تعاونوا على البر والتقوى، فإن لم يتفقوا فإن الحكم يرجع إلى العاقل. تسأل أيضا هل هناك حالات خاصة يكون فيه خروج المرأة أفضل أم توجهون إلى شيء معين جزاكم الله خيرا، كأن تخرج إلى زيارة أو إلى السوق أو ما أشبه ذلك؟ الأصل في المرأة أن تبقى في بيتها لأنه أحفظ لها وأبعد لها عن الفتنة، ولأجل أن تقوم بتربية أولادها وأعمال بيتها، هذا هو الأصل المرأة. قال تعالى لنساء النبي صلى الله عليه وسلم: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. قرن في البيوت من القرار وهو البقاء عدم الخروج، إذا كان هذا خطابا لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم فغيرهن من باب أولى، ولأنهن القدوة لنساء المؤمنين. وإذا دعت الحاجة إلى خروجها للعمل النزيه الذي ليس فيه اختلاط ولا فتنة فلا بأس بقدر الحاجة، أو دعت الحاجة إلى خروجها لزيارة جارتها أو قريبة لها مع التستر والصيانة، أو كانت تستوحش في بيتها تخرج إلى جاراتها وتجلس معهن فلا مانع من ذلك مع التستر والصيانة، أو كانت تطلب الرزق ليس لها عائل يعولها وتخرج تطلب الرزق من الوجوه الشريفة والمعتزلة عن الرجال وعن الفتنة فلا بأس بذلك بقدر الحاجة، أو تخرج للصلاة في المسجد على صلى الله عليه وسلم. لا تمنع إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن، وليخرجن تفلات يعني غير متجملات ولا متطيبات ولا متبرجات، خرجن تفلات بثياب عادية لا تجلب الأنظار وثياب ساترة غير فاتنة. الحاصل أن الأصل بقاء المرأة في بيتها لأن هذا أصل لها وأحفظ، أي احتاجت إلى الخروج خرجت بحدود الحاجة فقط مع التستر والصيانة والتحفظ. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تسأل بصيغة أخرى شيخ صالح وتقول: هل هناك حالات خاصة يكون فيها خروج المرأة أفضل من الجلوس في البيت سواء كان هذا عمل أو زيارة؟ لا أفضل من بقائها في بيتها، وإنما خروجها منه للحاجة أمر مرخص فيه، وبقاؤها في بيتها أفضل. إذا كان خروجها للمسجد وهو خروج للعبادة أفضل منه البقاء في البيت، فكيف بخروجها لغير المسجد؟ وذلك واضح في قوله صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن. صلاتها في بيتها خير لها من صلاتها في المسجد، فإذا كان هذا في العبادة فكيف بغير ذلك؟ إذن خروجها من بيتها للعمل أو للزيارة أو خوفا من شيء معين، هل هو من باب الرخصة أو من باب الوجوب حينئذ شيخ صالح؟ من باب الرخصة والحاجة. إذن البقاء في البيت في كل الأحوال هو الأصل. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تسأل: ما هي أحسن شروح كتاب التوحيد والشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله؟ كل شروحي ولله الحمد حسنة، ولكن أحفلها وأوسعها تيسير العزيز الحميد شرح كتاب التوحيد للشيخ سليمان بن عبد الله حفيد المؤلف رحمه الله، هذا هو أحسنها وأوسعها، فتح المجيد مختصر له. وكل الشروح تقريبا التي جاءت من بعده فهي اختصار لهذا الشرح واستفادة منه، فهو الأصل. نعم. جزاكم الله خيرا. ما هي المتون التي يجب على طالب العلم حفظها؟ متون كثيرة
كل فن فيه متن، الفقه فيه متن الزاد مثلا، الحديث فيه متن بلوغ المرام، أحاديث الأحكام، الأصول فيها متن الروضة بن قدامة أصول الفقه، الفقه فيه زاد المستقنع كما ذكرنا، المصطلح الحديث فيه نخبة الفكر الحافظ بن حجر، النحو فيه متن الآج الرومية أو المقدمة الآج الرومية في النحو، بعدها متن القطر لابن هشام، بعد ذلك الألفية لابن مالك. هذه متون في هذه العلوم، وهي متون جليلة. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. من الظهران رسالة بعث بها مستمع يقول: أبو حذيفة ميم نون شين ياء، يسأل ويقول: سمعت من بعض المعلمين الذين أعرفهم في المدرسة أن من السنة تأخير صلاة العشاء، فمن هذا المنطلق أصبحت أصلي العشاء مع المسلمين في الجماعة في الوقت المحدد بعد الأذان بثلث ساعة، ثم أصلي سنة العشاء متأخرا تقريبا في 11:30. فما حكم هذا الفعل في الشرع، وهل هو من السنة غير ذلك؟ جزاكم الله خيرا. هذا خطأ، الراتبة الفريضة تكون بعدها، فإذا صليت صلاة العشاء مع الجماعة في أول وقتها بعد دخول الوقت كما ذكرت في ثلث ساعة، إذا صليت الفريضة مع الجماعة فإنك تصلي الراتبة بعدها مباشرة ولا تؤخرها إلى ما ذكرت. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يسأل عن حكم من يضع رجله تجاه القبلة وهو مضطجع على ظهره. لا مانع من ذلك، أن الإنسان يضطجع ويضع رجليه لا أي جهة تتيسر له ولو إلى جهة القبلة. بالمناسبة شيخ صالح، بعض الناس يكره أن تستقبل المصحف برجليك، كأن يكون في خزانة وأنت تضع رجليك هكذا مقابل تلك الخزانة. نعم، هذا صحيح، إن المصحف يجب احترامه وأن لا تجعل الرجلين إليه أو يتوسد، بل المصحف يكرم ويصان ويرفع صحف مرفوعة مكرمة، لا تمد الرجل إليه ولا يتوسد ولا يهان بأي نوع من الإهانة، واجب إكرامه واحترامه ورفعه عن الابتذال. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. مستمعة رمزت إلى اسمها بالحروف هاسين ألف، تقول: هل المرأة إذا قصت شعرها من الأمام فرقتها فرقة مائلة، هل تدخل في قول الرسول صلى الله عليه وسلم مائلات مميلات؟ نعم، تتناولها هذه الصفة إذا فرقت رأسها على غير العادة عند المسلمات، وسط الرأس فرقته على صفة تتشبه بالكافرات، فإنها تكون من المائلات المميلات. كذلك القص، هذا القص الذي أشغل النساء الآن، ما الداعي له؟ الجمال في بقاء شعر المرأة وذوائبها والعناية بها، إنما القص يجوز للحاجة إذا كانت لا تستطيع إصلاحه وكان كثيفا وطويلا يشق عليها، أو ليس عندها ما تصلحه به من المؤونة، أو كانت كبيرة ويثقل عليها، للحاجة لا بأس بقصه. أما قصه من باب المباهات والزينة والتقليد والتشبه، هذا أمر غير جائز. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هل صحيح أن من قلم أظافره في يوم الجمعة لا يصيبه السوء إلى الجمعة التي تليها؟ قلم الأظافر وقص الشارب وتعاهد الآباط والعانة أمر مطلوب ومن خصال الفطرة، وإذا فعله كل جمعة فهو أحسن، وإن أخره فلا بأس، لكن بشرط أن لا يزيد على 40 يوما، لا يؤخر أخذ هذه الأشياء على 40 يوما، لأن أنس رضي الله عنه يقول: وقت لنا في قص الشارب وقص الأظافر لا يزيد على 40 يوما، أو كما ورد عنه. فالحاصل أن أخذ هذه الأشياء في كل أسبوع أحسن، وإن أخرها فلا بأس، لكن لا يزيد على 40 يوما. وأخذ هذه الأمور الخمسة من خصال الفطرة، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: قص الشارب وإعفاء اللحى ونطف الآباط وقص الأظافر وحلق العانة، هذه من خصال الفطرة. نعم، جزاكم الله خيرا. تقول: حجيت وذهبنا لرمي الجمار وكان قبل المغرب ونحن جماعة، فدخل وقت الصلاة ونحن هناك ولم نكن على طهارة، ومن شدة الزحام تفرقنا إلى مجموعات فشغلنا بالبحث عنهم حتى خرج وقت صلاة المغرب ولم نصلي إلا مع العشاء في 9:00. هل علينا إثم في ذلك؟ لا إثم عليكم في ذلك، ما دام شغلتم وحصل زحام
الازدحام ولم يكن هذا باختياركم وتفريطكم فلا بأس بذلك، لأن هذا عذر واضح. نعم. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: خمس من الفواسق يقتلن في الحل والحرم. ما معنى الفواسق؟ الفواسق من الفسق، وهو الخروج عن طاعة الله عز وجل. الفسق أصلا هو الخروج، فهذه هذه المؤذيات خارجة عن المألوف، وخارجة عن المصلحة البشرية، لأنها تؤذي ولأنها يحصل منها خطر الحية والعقرب من ذوات السموم، أو تؤذي الناس في أمتعتهم، أو تسبب الحريق كالفأرة في البيت وغير ذلك، فهي مؤذية. فدفعا لأذاها إنها تقتل في الحل وفي الحرم، دفعا لأذاها، مع أن الحرم يصان فيه ما يسكن فيه من الأشياء ذوات الأرواح من غير المؤذيات، الطيور وسائر الحيوانات تصان حياتها في الحرم إذا كانت غير مؤذية. أما المؤذية كالسباع والكلاب المؤذية والحيات والعقارب وما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، هذه تقتل في الحل والحرم دفعا لأذاها قضاء على شرها. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم شيخ صالح. في الختام أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة الأخوة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. مستمعي الكرام، وكان لقاؤنا في هذه الحلقة مع فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء. شكرا للشيخ صالح، وأنتم يا مستمعي الكرام شكرا لحسن متابعتكم، ونحن نرحب برسائلكم على عنوان البرنامج: المملكة العربية السعودية، الرياض، الإذاعة، برنامج نور على الدرب. مرة أخرى